أخبار اليوم. أرحب بالأستاذ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وبضيوفنا الكرام المهندس صلاح الجنيدي رئيس هيئة الأوقاف والشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني بالوزارة. يعني معروف عن الدكتور مختار جمعة قلما الحقيقة يحظى وزير أوقاف بشعبية، لكنه الحمد لله نال هذه الشعبية بفضل شجاعته وانطباع الناس عنه أنه لا يلين لغير الحق. مواقف الدكتور مختار جمعة مشهود لها في مواجهة الإرهاب، في العمل على تجديد الخطاب الديني بحيث نصحح الصورة غير الحقيقية التي سادت عن دين الإسلام خارج مصر، وفي الحقيقة أذت مشاعر كل من له غير على الدين، لدرجة أن بعض الشباب يعني بات يعزف عن التدين نتيجة تلك الممارسات التي تنتسب إلى الإسلام، والإسلام في الحقيقة منها براءة.